يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم وصف إنسان عظيم بأنه ملك للقلوب؟ هل هذا فيه شيء؟ لا هذا ما يجوز، هذا غلو. ملك القلوب هو الله، هو اللي يملك القلوب، مقلب القلوب، ولا ملك الإنسانية، ما يجوز ملك الإنسان، ملك الناس هو الله سبحانه وتعالى. هذا من الغلو والنفاق الذي لا يجوز. نعم.